بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب المجلس 58 من كتاب الدرة البهية حل ألفاظ العقيدة الطحاوية، حيث سنتابع شرحنا لهذا الكتاب. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. ملك الموت هو الموكل بقبض أرواح الناس وأرواح الملائكة وأرواح الجن وأرواح البهائم. يقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. أحبابي، ملك الموت بإجماع الأمة هو سيدنا عزرائيل عليه السلام، وهو ملك كريم على الله كسائر الملائكة، موكل بقبض الأرواح، فإذا قبض نفس المؤمن دفعها إلى ملائكة الرحمة فيبشرونها بالثواب وبرحمة الله ورضوانه، وإذا قبض نفس الكافر دفعها إلى ملائكة العذاب فيبشرونها بالعذاب وبسخط الله وعقابه. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: العالمون هم الإنس والجن، وملك الموت المراد به عزرائيل، وعند بعضهم عزرائيل وأعوانه. يعني يقول بعض العلماء من أهل السنة والجماعة أن عزرائيل له أعوان من الملائكة، وبعض أهل السنة والجماعة من العلماء يقولون الله أعطاه أيدي بعدد الذين يتوفون، يعني لو مات 1,000,000 الله يعطيه 1,000,000 يد يقبض روح كل واحد بنفس اللحظة. وقال بعضهم الله جعل الدنيا بالنسبة لعزرائيل كما ينظر أحدنا إلى كفه، فسهل عليه أن يقبض روحا كل من جاء أوان أجله. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: وقد جاء إسناد التوفي إلى الملائكة بلفظ الجمع وجاء بلفظ الإفراد، ففي الموضع الذي جاء اللفظ بالإفراد يكون المعنى أن الذي يقبض الأرواح مباشرة هو عزرائيل، ثم يستلم منه الأرواح غيره من الملائكة الذين يكونون معه، وهم قسمان: ملائكة رحمة وملائكة عذاب. وحيث جاء بصيغة الجمع فالمراد عزرائيل وأعوانه، لأن كل منهم له دخل في قبض الأرواح. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: وبعذاب القبر لمن كان أهلا له. يعني نحن نعتقد أن عذاب القبر حق، وأنه حاصل لمن استحقه. الكافر لا بد أن يعذب في القبر، حتى لو لم يدفن يعذب. وبعض الفساق الذين ماتوا بلا توبة والله لم يعفو عنهم، هؤلاء أيضا يتعذبون في القبر. قال شيخنا الهرري رحمات الله تعالى عليه: الشرح: يجب الإيمان بعذاب القبر للكفار وأهل الكبائر إلا من رحمه الله تعالى منهم، أي من أهل الكبائر. ومن أكبر أسبابه ترك الاستنزاه من البول،
والغيبة والنميمة. والدليل على وجود عذاب القبر قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. ومما يجب الإيمان به جزما عذاب القبر، وهو بالروح والجسد. عذاب القبر يحصل لآل فرعون وغير آل فرعون، يعني الكفار سواء كانوا من آل فرعون أي أتباع فرعون أو غير آل فرعون، ولو أن الآية وردت في آل فرعون. عذاب القبر بالروح والجسد. بالجسد يتعذب بالقبر، وبالروح أيضا، كليهما، ليس بالروح فقط. عذاب القبر بالقرآن مذكور وبالحديث مذكور، ويعرف أمره الجاهل والعالم من المسلمين. لذلك إذا قال الإنسان لا يوجد عذاب بالقبر، هذا يكون كافرا لأنه كذب رسول الله، لأن الجاهل والعالم من المسلمين يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذاب القبر. الذي ينكر عذاب القبر على الإطلاق كافر، لكن هذا في من عرف أنه جاء في الشرع ذلك. أما إن كان نحو حديث عهد بإسلام فلم يسمع، فلذلك لم يعتقد بعذاب القبر، هذا لا يكفر بل يعلم. يجب الجزم، يجب تصديقه جزما بعذاب القبر، يعني يجب التصديق جزما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. يجب الجزم به في كل ما أخبر به من أمور الشريعة. لماذا يقول العلماء جزما عذاب القبر؟ مرادهم الإشارة، يجب الاعتقاد جزما في القلب بعذاب القبر، ليس على سبيل غلبة الظن، إنما على سبيل القطع يجب ذلك. معنى جزما أي على سبيل القطع، ليس من باب غلبة الظن. بعض الأمور يغلب على ظننا نعتقد بها من باب غلبة الظن. يغلب على ظننا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أو فعلها. أما مثل هذا فنقطع به قطعا من غير أي تردد، ليس من غلبة الظن، إنما من باب القطع واليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. يعني ليس كما يقول جماعة حزب التحرير. جماعة حزب التحرير يقولون: أمر عذاب القبر ليس من الأمور الاعتقادية. يقولون لا يجب الجزم بعذاب القبر. يقولون يمكن، يجوز أن يكون هناك عذاب بالقبر، وبعضهم ينكر يقول لا يوجد عذاب في القبر. أما أهل السنة والجماعة يقولون يجب القطع بوجود عذاب القبر. الإمام عبد القاهر التميمي أبو منصور البغدادي قال: أجمع أهل السنة أن من أنكر عذاب القبر عذب في قبره، معناه كافر. قال: أجمعوا أن من أنكر عذاب القبر عذب في قبره، لأن هذه مسألة إجماعية قطعية يقينية. عبد القاهر التميمي لماذا قال يعذب في قبره؟ لأنه يكفره. لماذا يكفره؟ لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، وبما أنه معلوم من الدين بالضرورة لا بد أن يكون متواترا. وعن من تواتر؟
عن النبي صلى الله عليه وسلم: جماعة حزب التحرير يقولون الأمور الاعتقادية لا بد لها من التواتر، وحديث عذاب القبر ليس متواترا. الرد عليهم من ناحيتين: الناحية الأولى، لا نسلم أن الأمر الذي يجب اعتقاده القطع به لا بد أن يكون خبره متواترا. لا نسلم أي لا نوافق، لا نقول هكذا، بل بعض الأمور التي وردت من حيث إسناد إلى دون التواتر تصل إلى درجة القطع بأمور أخرى تنضم إلى ذلك، غير أمر كثرة الأسانيد. فليس صحيحا أنه لا بد من التواتر. لأجل هذا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه والماتوريدية اشترطوا للأخذ بالحديث كدليل في العقيدة أن يكون بلغ درجة المشهور، ما قالوا أن يكون بلغ درجة المتواتر، لأن المشهور بقراء تنضم إليه يرتفع إلى درجة القطع واليقين. والأمر الآخر أن حديث عذاب القبر متواتر حقيقة، ليس كما يقولون، وممن نص على تواتره الحافظ السيوطي، بل أي واحد يستطيع أن يرى أن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة بين المسلمين الكبير والصغير، يعرف بعذاب القبر، إلا من كان غارقا في الجهل بعيدا عن العلماء النوادر. أما غير ذلك معلوم أنه أمر معلوم من الدين بالضرورة، أمر عذاب القبر. التواتر المعنوي يعني روي بعدة ألفاظ يعطي معنى واحد، ليس لفظه تواتر بل معناه. أما التواتر اللفظي معناه اللفظ نفسه وصل إلى حد التواتر، روي من طرق كثيرة. التواتر المعنوي روي بعدة ألفاظ، حيث بلفظ يتضمن هذا المعنى، وحديث آخر يتضمن نفس المعنى، وحديث ثالث يتضمن نفس المعنى، وحديث رابع يتضمن نفس المعنى، وهكذا إلى أن بلغ درجة التواتر يقال له تواتر معنوي. هذا هو التواتر المعنوي. التواتر اللفظي مثل ابتداء الصلاة بالتكبير، هذا متواتر تواترا باللفظ، لفظيا الله أكبر. أما غلبة الظن مثل بعض الأمور التي ما بلغتنا بطريق التواتر، فنحن نعتقد بها من باب غلبة الظن، ما بلغنا من طريق التواتر، مثل ما هو أول طعام يأكله أهل الجنة، زيادة كبد الحوت، ما بلغنا بطريق التواتر، لكن هذا من باب غلبة الظن. ما قال به حزب التحرير باب فساد كبير يدخل على المسلمين، والوهابية ليسوا بعيدين عن هذا الأمر. أليس هم الذين يقولون ملك الموت لا يسمى عزرائيل؟ بلى، دخلوا في باب يشبهه، يصلون مع الوقت إلى نفس الذي وصل إليه حزب التحرير. الله تعالى يقول: من بعثنا من مرقدنا. ما هو المرقد؟ مرقدهم القبر المرقد، مكان الرقود. أليسوا راقدين في القبر؟ أين نفي العذاب في الآية؟ بل قالوا: من بعثنا من مرقدنا. هذا لشدة خوفهم لما رأوا من عذاب القبر، فيعرفون أن ما ينتظرهم بعد ذلك أعظم، لذلك قالوا: يا ويلنا، يعرفون أن ما ينتظرهم أعظم. من بعثنا يعني لا يريدون أن يبعثوا، لا يحبون أن يبعثوا، لأنهم
يعرفون أن ما ينتظرهم أعظم، وعذاب القبر بالروح والجسد للكافر ولبعض عصاة المسلمين. فإذن عذاب القبر يكون بالروح والجسد، كما ورد بالحديث حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتاني القبر، فقال عمر رضي الله عنه: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. قال: فبفيه الحجر. فتانين القبر الممتحنين في القبر، سميا بذلك لأنهما يمتحنان الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كهيئتكم اليوم فيه بيان أن الجواب يكون من الجسم مع الروح. ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن عذاب القبر تضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه، فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى. وبعض الناس تسلط عليهم الثعابين، وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر. وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه، ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة، لا لجميعهم، مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه. فهذه الضغطة تحصل لبعض عصاة المسلمين، وكالانزعاج من ظلمة القبر ووحشته. وكذلك ورد في الحديث أن الكافر يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أي الإنس والجن. وضغطة القبر لا تحصل للأتقياء ولا تحصل للأولياء، وهذا مشهور بين كثير من أدعياء التصوف. ويكفي في رد هذا قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورد أثر أن غاية عذاب المسلم العاصي في القبر 7 أيام فقط، أما في الآخرة في النار ما ثبت شيء في ذلك. أما الأتقياء فلا يصيبهم العذاب، والشهداء لا يصيبهم عذاب القبر، لأن ذنوبهم محيت بالشهادة. الشهيد إذا قتل تغفر ذنوبه بسيلان دمه، يغفر الله ذنبه لأنه خاطر بنفسه في سبيل الله فمات شهيدا. فورا الشهيد لما يموت تصعد روحه إلى الجنة، تتنعم في الجنة. شهداء المعركة الله خصهم بمزايا عديدة، منها أنه لا تبلى أجسادهم، وأرواحهم فورا تصعد إلى الجنة، تكون أرواحهم في حواصل طير خضر. الله يخلق طيرا خضراء تكون في الجنة، هم يكونون في حواصلها، وهذه الطير تأكل من ثمار الجنة، وأثر هذا النعيم يصل إلى أجسادهم، يكون هناك اتصال بين الروح والجسد. الحواصل هو المكان الذي يتجمع فيه الحب عندما تأكل الطير. والأطفال فلا تحصل لهم ضغطة القبر، كذلك لا يصيبه عذاب القبر، لأن الطفل لا يكتب عليه ذنب. ولم يصح حديث
لو نجا منها أحد لنجا سعد، كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرب قبر سعد بن معاذ رضي الله عنه. هذا كان من أكابر الصحابة، مات في حياة الرسول ودفن في ذلك الوقت. يزعمون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه، ظهر عليه الضيق، ثم سوي عنه، ثم الراحة. فسئل عن ذلك فقال: أصابت سعد ضغطة القبر، ولو نجا منها أحد لنجا سعد. هذا الحديث غير صحيح. لو كان بعض المحدثين قالوا صحيح وأرادوا من حيث الإسناد، لكن في كل حال من حيث المعنى ليس صحيحا، لأنه يخالف الأصول المتفق عليها، وهي أن التقي لا يعذب في قبره. بعضهم يؤوله يقول: هذا ليس ضغطة عذاب، هذا كما أن الأمة تضم طفلها. هكذا بعضهم يقولون. هذا ليس له معنى، لأن سياق الحديث لا يدل على ذلك، لأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تضايق ثم سوي عنه هذا. هذا التأويل لا يناسب، هذا الحديث يخالف الأصول فلا يصح. الحافظ ابن الجوزي حكم بضعف هذا الحديث، لو نجا منها أحد لنجا سعد، لأن هذه الضغطة عذاب، وسعد بن معاذ كيف يعذب؟ إذا كان سعد بن معاذ الذي جاء في الحديث أن العرش اهتز لموته، إذا كان هو يعذب في القبر، إذن من ينجو من عذاب القبر؟ هذا الحديث غير صحيح. سعد بن معاذ رضي الله عنه من الأشخاص الذين لم يأخذهم في الله لومة لائم. سعد بن معاذ رضي الله عنه أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهو من أفضل قبيلة بني الأشهل، وبإسلامه دخل جميع رجال ونساء قبيلته في الإسلام. أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق فدعا، فحبس الله عنه الدم حتى حكم في بني قريظة، ثم انفجر جرحه فمات في المسجد النبوي الشريف، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهد غزوة بدر وأحد والخندق، رماه ابن العرقة يوم غزوة الخندق بسهم، قال له: خذها وأنا ابن العرقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرق الله وجهه في النار. فعاش معاذ شهرا ثم انتفض جرحه، فمات في المسجد النبوي الشريف، وحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدا وهو يغسل، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا به. فقال الصحابة: ما حملنا يا رسول الله ميتا أخف عليه منه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعه أن يخفف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا، لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم. وقد تواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العرش اهتز لموت سعد فرحا به. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حلة: تعجبوا من حسنها. قال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. وخرج النسائي في مسنده إلى جابر قال: جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا العبد الصالح الذي مات؟ فتحت أبواب السماء وتحرك العرش، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سعد، قال فجلس على قبره.
وقال ربيح بن عبد الرحمن: أخبرني محمد بن المنكدر عن رجل قال: أخذ إنسان قبضة من تراب من قبر سعد فذهب بها، ثم نظر إليها بعد فإذا هي مسك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد بن معاذ. مات سعد بن معاذ وهو ابن 37 سنة، ودفن بالبقيع. فهنيئا لسعد بن معاذ الأنصاري وهو يتلقى هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك، رجاله ثقات. لذا لم يصح حديث: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد. إذا كان من اهتز عرش الرحمن لموته لا ينجو من ضغطة القبر، فمن ينجو منها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وسنته، فإذا فارق الدنيا فارق السجن وسنته. المؤمن الدنيا بالنسبة له كالسجن، فإذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة، ما عاد في السجن ولا عاد في الضيق، ولا يضيق القبر على رجل صالح. كذب ما يقوله بعض الناس أن كل القبور ستضيق على من فيها، يقولون حتى زينب بنت رسول الله يضيق عليها القبر حتى تصير كالشعرة، والعياذ بالله من الكذب. وهناك قاعدة يعرف الحديث أنه مكذوب موضوع إذا خالف القرآن، وهذا يخالف القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا سعد، الرسول قال: اهتز العرش لموت سعد، كيف يضيق عليه القبر؟ يقبله صاحب الذوق السليم والفهم الصحيح؟ لا يقبل ذلك. روى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، وإنه يسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا، أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، أي محمد. فأما المؤمن أي الكامل فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، أي الإنس والجن. فحياة البرزخ وما فيها، يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أي من أعرض عن الإيمان بالله تعالى فإن له معيشة ضنكا، أي ضيق في القبر، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وفي سنن النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال: نعم، عذاب القبر حق، وهذا العذاب بالروح والجسد، لكن الله يحجبه عن أبصار أكثر الناس، ليكون إيمان العبد إيمانا بالغيب فيعظم ثوابه. ويدل على كون العذاب بالروح والجسد ما ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه سأل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم.
قال: فبفيه الحجر، أي سكت وانقطع عن الكلام لما لسماعه الخبر الذي لم يكن يعرفه. روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا من ذكر هذه اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: أنا بيت الغربة، وأنا بيت الوحدة، وأنا بيت التراب، وأنا بيت الدود. فإذا دفن المؤمن أي الكامل قال له القبر مرحبا وأهلا، أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيتسع له مد بصره، ويفتح له باب إلى الجنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا، أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي، فإذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال أي الراوي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال: ويقيض الله له 70 تنينا، لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقيت الدنيا، فينهشنه ويخدشنه حتى يفضي به إلى الحساب. ومن عذاب القبر تسليط الأفاعي والعقارب وحشرات الأرض عليه، فتنهش وتأكل من جسده. ففي المستدرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقال للفاجر: أرقد منهوشا، فما من دابة في الأرض إلا ولها في جسده نصيب. وروى الطبراني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويسلط عليه عقارب وثعابين، لو نفخ أحدهم في الدنيا ما أنبتت شيئا. وإلى هنا نكون قد أنهينا الكلام على المجلس 58، حيث شرحنا كلام المؤلف رحمه الله، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. نسأل الله تعالى الثبات على عقيدة أهل السنة والجماعة، مدافعين عنها متمسكين بها إلى الممات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.